Io ho fatto abbastanza, non abbiamo come sovia. اليوم استقبلت معالي السفير المملكة العربية السعودية في المغرب، وتناولنا مجموعة من النقاط المشتركة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وكان هذا أول استقبال لي داخل مجلس النواب بعد الانتخاب الأخير. كان مخصص للمملكة العربية السعودية، وهو عنده دلالات كبرى جدا، خصوصا أن المملكة تقف دائما إلى جانب المغرب بشكل واضح، وتؤكد على مغربية الصحراء والوحدة الترابية وسيادة المملكة على كل أراضيها، بالإضافة إلى مجموعة الملفات التي تتعامل فيه المملكة العربية السعودية مع المملكة المغربية في مختلف المجالات. تشرفت اليوم بلقاء معالي الأستاذ رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب، وهنأته على تعيينه في هذا المنصب، وهو الحقيقة ليس مكانا أو منصبا جديدا، سبق وانشغله في عام 2014 إلى 2016. كذلك أكدت أو بالأحص جددت التأكيد لمعاليه الموقف الثابت والمبدئي والمعلن لموقف المملكة العربية السعودية من مغربية الصحراء ومن وحدتها الترابية، وبأن أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة هو من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. والحمد لله العلاقات على مستوى جميع السلطات، سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية بين البلدين، تتم في تنسيق وتشاور مستمر، والعلاقات متميزة في كل المجالات. أتمنى من الله العلي القدير مزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان والاستقرار. شكرا. الله. إن شاء الله.